يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الباب العاشر في صلاة الجمعة، وفيه مسائل: الأولى حكمها، الجمعة فرض عين على الرجال لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ولقوله عليه الصلاة والسلام: رواح الجمعة واجب على كل محتلم، ومعناه على كل بالغ يعني، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. الحديث رواه مسلم. قال النووي رحمه الله فيه أن الجمعة فرض عين، وللحديث الآتي بعد قليل وفيه: الجمعة حق واجب على كل مسلم. على من تجب؟ تجب الجمعة على كل مسلم ذكر حر بالغ عاقل قادر على إتيانها مقيم، فلا تجب على عبد مملوك ولا امرأة أو صبي أو مجنون أو مريض أو مسافر، لقوله عليه الصلاة والسلام: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. وأما المسافر فلا تلزمه الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها في أسفاره، وقد وافق يوم عرفة في حجته جمعة ومع ذلك صلاها ظهرا وجمع العصر معها. أما المسافر الذي ينزل بلدا تقام فيه الجمعة فإنه يصليها مع المسلمين، وإذا حضرها العبد أو المرأة أو الصبي أو المريض أو المسافر صحت منه وأجزأته عن صلاة الظهر. أما وقت الجمعة فوقت الجمعة هو وقت الظهر من بعد الزوال إلى أن يصير ظل الشيء كطوله، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة
حين تميل الشمس، ومعنى تميل أي تزيغ، يعني من منتصف السماء إلى جهة الغرب. وهو المروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فعلهم. وعلى هذا فمن أدرك ركعة منها قبل خروج وقتها فقد أدركها، وإلا صلاها ظهرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. المسألة الرابعة في الخطبة: الخطبة ركن من أركان الجمعة لا تصح إلا بها، لمواظبته عليها وعدم تركه لها أبدا. وهما خطبتان يشترط لصحة صلاة الجمعة أن يتقدم على الصلاة. مسألة في سنن الخطبة: ويسن الدعاء للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم، مع الدعاة لولاة أمور المسلمين بالصلاح والتوفيق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب الجمعة دعا وأشار بأصبعه وأمن الناس، وأن يتولاهما مع الصلاة واحد، يعني اللي هيخطب الخطبتين هو اللي هيصلي، يعني مش واحد يخطب واحد تاني يصلي، ويرفع صوته بهما حسب الطاقة. وأيضا مما يسن في الجمعة أن يخطب قائما ليس جالسا، لقوله تعالى: وتركوك قائما. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، فمن حدثك أنه يخطب جالسا فقد كذب. الحديث رواه مسلم. ويسن أن يكون على منبر أو مكان مرتفع، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره وهو مرتفع، ولأن ذلك أبلغ في الإعلام وأبلغ في الوعظ. وأن يجلس بين الخطبتين قليلا، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. ويسن قصر الخطبتين، والثانية أقصر من الأولى، لحديث عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة. والمئنة هي العلامة، يعني علامة من فقهه. ويسن أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم، لقول جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم. ويسن أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب.
ويسن أن يعتمد الخطيب على عصا ونحوها، ويسن للخطيب أن يقصد تلقاء وجهه لفعله عليه الصلاة والسلام، ما يحرم فعله في الجمعة؟ يحرم الكلام والإمام يخطب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا، رواه الإمام أحمد. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، رواه البخاري ومسلم. أي تكلمت باللغو، وهو الكلام الباطل المردود، ويحرم تخطي رقاب الناس أثناء الخطبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لرجل رآه يتخطى الرقاب قال له: اجلس فقد آزيت. ففيه أزية للمصلين وإشغال لهم عن سماع الخطبة. أما الإمام فلا بأس بتغطية الرقاب إن لم يمكنه الوصول إلى مكانه إلا بذلك، ويكره التفريق بين اثنين، لقوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. هذا الغفران معلوم أنه لصغائر الذنوب، لورود حديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان يكفر الصغائر إذا اجتنبت الكبائر. بما تدرك الجمعة؟ تدرك الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة. مفهوم الحديث أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة. طيب من لم يدرك ركعة يعمل إيه؟ يصلي ظهر. يعني هو لو أدرك السجود أو التشهد والإمام سلم، ده هيقوم يجيب 4 ركعات ظهرا، ودي بيقولوا فيها فزورة كده: الذي صلى وراء الجمعة وكملها ظهر. قالوا ايه؟ نوى صلاة لم يتمها وأتم صلاة لم ينوه. بالضبطية دي الخطبة، هو بيدرك الجمعة بإدراك ركعة كاملة، وإدراك الركعة كاملة بإدراك الركوع. الخطبة خلاص، الحديث ده بيرد عليك. كلام الاستماع إلى الخطبة. ينوي الجمعة ولا ينوي؟ ينوي الجمعة ولا ظهر؟ اللي هو يدرك ركعة كاملة؟ لا، اللي ما يدركش ركعة كاملة. يعني هو هيدخل معاهم في السجود مثلا؟ لا، خلي بالك، هو لو هيدخل معهم في السجود وهو يظن انها ركعة اولى وما يعرفش انها تانية، خدت بالك، هينوي الصلاة معه. لما يلاقيها ركعة تانية وما ادركش ركوعها هيقوم يجيب 4 ركعات. طب لو هو جاهل بالحكم فضلت الشيخ، الجاهل يفهم الحكم. هو جاهل بحكمه وعمل ايه؟ ما الذي فعله؟ ادركهم في التشهد الاخير وانجب ركعتين اثنين بس، يظن ان هم كده هيقولوا له قوم هات كان ركعتين واسجد سجود السهو. في كمان يا شيخ الخطيب في مساجد ما صلاش هو الامام، لان لا من حفظ القران قدمه الامام. هذا صلاتهم صحيحه
وخالف السنة، صلاتهم ايه؟ صحيح. وخالف السنة بس. مسألة في نافلة الجمعة، ليس لصلاة الجمعة سنة قبلية، ولكن من صلى قبلها نافلة مطلقة قبل دخول وقتها فلا بأس. يعني ممكن يدخل المسجد صلى ركعتين في ركعتين في ركعتين لحد ما الإمام يطلع فين؟ على المنبر. الصلاة ركعتين في ركعتين في ركعتين ليست هي سنة، لأن السنة عادة بيكون بعد الأذان، والحاصل إن بعد الأذان الخطبة مباشرة، فليس هناك مكان للسنة أصلا. أما الصلاة النافلة المطلقة بعد تحية المسجد فلا تسمى سنة الجمعة. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كما في حديث سلمان الماضي قبل قليل، اللي هو حديث إيه؟ من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له، يعني دخل تحية المسجد وقعد يصلي ركعتين في ركعتين لحد ما الإمام صعد المنبر، فصلى ما كتب له. شوف ناس قبل أثناء أذان الظهر أو قبل أذان الظهر يرفعوا دوم ويدعوا، هذا من السنة؟ قبل أذان إيه؟ قبل صعود الخطيب المنبر أو قبل الأذان بدقيقة. هو عاوز أقول لك ما بين الأذان والصلاة وقت مجاب يعني. ولفعل الصحابة رضي الله عنهم ولأفضلية صلاة النافلة المطلقة يعني، ولا ينكر عليه إن ترك ذلك، لأن السنة الراتبة تكون بعد صلاة الجمعة بركعتين أو أربع ركعات أو أكثر من ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره، فقد كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، وقال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات. يعني أربع ركعات في المسجد أو في البيت صيام، ركعتين في المسجد أو في البيت صيام، لأن هناك من أراد أن يخصص قال لك لو في المسجد يبقى ركعتين يبقى في البيت أربعة، وهذا التخصيص ليس عليه دليل، هو صلى ركعتين أو أربعة في أي مكان يشاء سواء كان المسجد أو المنزل. وفي رواية من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. أربعة لبعض ولا اثنين اثنين؟ لو أربعة بتشهد واحد ما فيش مانع، واثنين في اثنين برضو ما فيش مانع. فتبين من ذلك أن أقل الراتبة بعد الجمعة ركعتين وأكثرها ست، خدت بالك؟ وأكثرها ست ركعات. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الراتبة إن صليت في المسجد صليت أربعا، وإن صليت في البيت صليت ركعتين في زاد المعاد، نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، مع عدم وجود دليل بالتخصيص يعني. فتكون صلاتها على أحوال متنوعة. مسألة في كيفية صلاة الجمعة. الجمعة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وفعله صلى الله عليه وسلم من سنته، وقد أجمع أهل العلم على ذلك. ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الثانية بسورة المنافقون بعد فتحة الكتاب يعني، أو يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية الغاشية. مسألة في سنن الجمعة. يسن التبكير إلى الصلاة للحصول على الأجر الكبير، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة
يعني كما يغتسل للجنابة. ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. البدنة هنا اسم للإبل. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. اللي راح منكم المسجد الحرام أو المسجد النبوي يجد ساعتين متعلقين جنب بعض، ساعة عربي وساعة فرنجي. الساعة الفرنجي زي اللي في إيدك اللي هي الوقت اللي احنا مشغلين عليه دلوقتي. الساعة واحدة بتبدأ امتى؟ بعد منتصف الليل، صح كده؟ لحد الساعة 12 الظهر. والساعة واحدة بعد الظهر تخلص امتى؟ 12 بالليل. ده الوقت الافرنجي اللي احنا شغالين بيه. الوقت العربي اللي هو هتطبق عليه الحديث ده هو اليوم فيه مش بيبدأ بعد منتصف الليل، اليوم فيه بيبدأ صلاة الفجر. فساعة بعد صلاة الفجر هي الساعة الأولى، ساعتين بعد صلاة الفجر هي الساعة 2، ثلاث ساعات بعد صلاة الفجر الساعة 3، أربع ساعات بعد صلاة الفجر الساعة 4، وخمسة وستة وسبعة. خدت بالك؟ آه بالظبط. من بعد الفجر ولا من بعد الشروق؟ من بعد الفجر. خدت بالك؟ دي الساعة العربية يعني. وقال عليه الصلاة والسلام: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. ويسن الاغتسال في يومها. ما اليوم ده بقى بيبدأ من بعد الفجر برضو. ويسن الاغتسال في ايه؟ في يومها. يومها امتى بيبدأ؟ الساعة كام؟ بيبدأ بعد الفجر. لحديث أبي هريرة الماضي: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، معناها كما يغتسل للجنابة. وينبغي الحرص عليه وعدم تركه اللي هو الاغتسال، وبخاصة لأصحاب الروائح الكريهة اللي هم أصحاب العرق يعني اللي بيعرق. ومن العلماء من أوجبه لحديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل بالغ. ولعل القول بوجوبه أقوى وأحوط، وأنه لا يسقط إلا العذر. الشيخ الألباني بيقول يعني الأمر يقتضي الوجوب إلا إذا أتت قرينة تصرفه للاستحباب. والقرينة هنا التي تصرفه للاستحباب: من اغتسل، من توضأ للجمعة فبها ونعمت، حديث بيقول كده، ومن اغتسل فالغسل أفضل. والتنظف أمر زائد على الاغتسال. طيب ثالثا: ويسن التطيب والتنظف. التطيب وضع الطيب العطر، يعني هو بالغسل أزال الرائحة والعرق، والتطيب اكتسب روائح عطرة جميلة. وإزالة ما ينبغي إزالته من الجسم كتقليم الأظافر وغيره. والتنظف أمر زائد على الاغتسال، ويكون ذلك بقطع الروائح الكريهة وأسبابها كالشعور، جمع شعر،
التي أمر الشارع بإزالتها والأظافر ويسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر وحف الشارب مع التطيب، يعني دي سنن الفطرة اللي بتخلي المؤمن أو المسلم طيب ظاهرا وباطنا، باطنا بعقيدته الصحيحة وتوحيده لله رب العالمين، وفي الظاهر بسنن الفطرة المذكورة. المؤمن أو المسلم طيب ظاهرا وباطلا، وباطنا في الباطن العقيدة سليمة، لأن ربنا قال في المشركين في البواطن بتاعتهم إنما المشركون نجس، نجس العقيدة، لو اغتسل بماء البحر لم يطهر حتى يوحد الله سبحانه وتعالى. تطهير الباطن بالتوحيد، وتطهير الظاهر بالغسل ووضع العطر. لذلك الناس اللي ما عندهمش سنن فطرة، خدت بالك، بيبقى حاطط في برفان وتقولك انا رايق، انا شامم منه ريحة زنخ، لان ما عندهم، مش عندهم سنن فطرة، مش موجودة يعني. حتى الغسل من الجنابة مش موجود عنده، صح؟ وهذا فرق بين المسلم وغير المسلم. لحديث سلمان رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه، اللي هو العطر يعني، أو يمس من طيب بيته. قال ابن حجر: من طهر المراد به المبالغة في التنظيف، يعني ويتطهر ما استطاع من طهر، المقصود به المبالغة في التنظيف. ويؤخذ من عطفه على الغسل، أو يؤخذ من عطفه على الغسل، يقول لك اغتسل وتطهر، يبقى تطهر هنا غير الاغتسال أمر زائد. أن المراد به التنظيف بأخذ الشارب وتقليم الأظافر وقص العانة وما شابه ذلك. ويسن له، اللي هو قاصد الجمعة، أن يلبس أحسن الثياب. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدم عليك. فقد استدل به البخاري رحمه الله على لبس أحسن الثياب للجمعة، فقال: باب يلبس أحسن ما يجد. قال الحافظ ابن حجر: ووجه الاستدلال به من جهة تقريره صلى الله عليه وسلم لعمر على أصل التجمل للجمعة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته، أي ثوب خدمته وشغله. ومن السنن أيضا في الجمعة يسن في يومها وليلتها الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة. ويسن أن يقرأ في فجرها في الصلاة بسورتي السجدة والإنسان، لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك. ويسن في يومها أن يقرأ سورة الكهف، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء،
يضيء به يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين. أخرجه الحاكم وصححه الألباني في الإرواء. في فجر الجمعة يواظب على قراءة السجدة والإنسان، ولا ممكن يعدي كده جمعة يعني؟ ما هو عشان يثبت الناس سنة يبقى فوت جمعة، عشان يثبت الناس سنة من حين لآخر. أيوة صحيح. ويسن لمن دخل المسجد يوم الجمعة ألا يجلس حتى يصلي ركعتين لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك. الرجل كان اسمه سليك الغطفاني، دخل المسجد والرسول بيخطب عليه الصلاة والسلام فجلس، فالرسول قال له: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين وتجاوز فيهما، يعني ما تطولش. فقام صلى ركعتين. فدل ذلك على ان تحية المسجد سنة مؤكدة، الرسول قومه يصلي ركعتين. ويوجز فيهما اذا كان الامام يخطب. ثامنا واخيرا من السنن، سليك الغطفاني، ويسن ان يكسر من الدعاء ويتحرى ساعة الإجابة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياها سبحانه وتعالى. الحديث رواه البخاري ومسلم. احنا بذلك نكون قد انتهينا من الايه، من باب صلاة الجمعة.